سؤالي أم عبد الله زوجة الشهيد رياض أحمد زيدان خلف العزاوي. أهلا بيت. أناشد كل خير يسمعني، وأناشد رئيس الوزراء، أنا زوجة شهيد منتسب بالداخلية. نعم. والله العظيم شلون الغرقان ويريد بس قشاية حتى ينقذ حالة من الوضع الآن. أم عبد الله وعندي أولاد قصر. أمريني قولي. ما يؤمر عليه قضاني نوفقك دنيا وآخرة. والله أحكي وياك وأرتعش جسمي كله يرتعش. لا أنت أختي وعزيزة أختي تفضل. والله إحنا بالعراق صدق غابة من يشوفون المرض. أم عبد الله إحنا هذا البرنامج ليش احنا مسويه؟ حتى نسمع اصواتكم وقدر المستطاع ان نوصله. امريني اختي قولي. رب العالمين اي والله ويرزقكم الدنيا والاخره. قولي اختي. اريد اناشد كل خير يسمعني، وخصوصا الى رئيس الوزراء ورئيس طيب. الجمهوريه طيب. كل واحد يسمعني، اريد بس كم اتستر بي والله العظيم، اريد بس كم اتستر بي انا واولادي. زين قولي لي شنو المشكله بالضبط؟ موضوعة السكن شنو سببها؟ انت وين عايشه؟ كم طفل عندي؟ احكي لي. انا متزوجة تكريت، انا بصراوية. نعم. والمتزوجة من تكريت. نعم. استشهد. طيب. يعني والله اروح اسبوعين واشرد يهججوني يطردوني. يعني اهل زوجك يهججوك؟ اهل زوجي والله العظيم ما يردوني، هذول ولدهم، حتى ولدهم ما يردونهم. ايش قد كم عندي. ولد عندك انت؟ عندي ولد اثنين، عبد الله وفراس. طيب ام عبد الله، اللي اقدر عليه واللي اسوي انه اوصل هذه المناشده الى مكتب رئيس الوزراء، لان انت حضرتك ربي الدنيا واخره استوى علي فضل والله. قاعده بكرفانات يعني زوجه الشهيد. هسه انت وين قاعده مع عبد الله؟ كرفان. انت وين قاعده؟ قاعده بكرفان. وين صايره؟ قاعده بكرفان ببغداد بحي اور. بحي اور. وهذا ايجار لو شنو؟ لا بلاش للايتام، بس كرفان والله العظيم صعبه، وعليه نظره هو مجمع بحيور مقابل علوة البيض. زين اختي العزيزه يعني بقي لي رقمك، احاولك على شؤون المواطنين، خلي لي رقمك وانطي المعلومات كامله حتى انا اوصل المناشد ان شاء الله. اريد من كل خير يسمعني يساعدني ويوقف وياي. اتمنى من الدوله تنطيني حتى لو بيت تجاوز، ما اريد ملك، اريد إن شاء الله. تجاوز انت تربي انا واولادي. والله متبهدله.